سلطانة. ازيك يا حمدي؟ الحمد لله. ايه اللي في وشك ده؟ لا دي مجرد حادثة توك توك، ما تشليش بالك بس. ألف سلامة عليك. والله ليك وحشة. والله أنت الوحشة حتى من قلب يا سلطانة. هو ده وقته؟ ما أقصدش حاجة. بس الحمد لله إنك بخير. الحمد لله على كل حاجة. عندي ليكي خبر حلو أوي. إيه؟ وردة حامل. والنبي. أيوه. عم تحسين قال لي وأنا قلت أبشرك. الحمد لله يا رب. بشرة خير. بس قولي لي يا سلطانة، تريح النيابة كده من غير محامي ولا حاجة؟ عايز أخرج من هنا. ما حدش هيساعدني غيرك أنت. وأنت عارفة أنا بتصدق. أنا سلطانة أنا بحلم بإن أنا أكون هنا وأنت اللي برا. عارفة يا حبيبتي. عشان كده تنفذ اللي هقول لك عليه بالحرف الواحد. أنا يا سلطانة. بس طمنيني، تملي ايدك من اللي بيحصل ده. ما تقلقش، انا معايا في العنبر واحده محاميه كتر خيرها واقفه جنبي. ربنا معاك يا سلطان. ماشي يا حبيبي. انت طلبت تنحيه المحامي وقلت ان عندك اخوال تانيه. المحامي ده مش مهتم بالقضية بتاعتي، فبدور على محامي تاني الأيام الجاية. بس قلت أجي أعترف بكلام أنا ما قلتوش قبل كده. وهو إيه بقى؟ سلطانة، أنت أكيد مش جاي هنا عشان تسكتي. جاي أقول إن الحاجات اللي أنت لقيتوها دي بتاعت مين؟ بتاعت مين؟ بتاعت سلم أخويا. سلام؟ أظن سلام مات قبل القبض عليك بأيام. أنا عارفة، بس الحاجات دي بتاعته. وإيه اللي يثبت الكلام ده؟ إنهم خرجوها من أوضته. أوضته؟ هو مش المفروض سلام متجوز؟ ما أوضته دي قبل الجواز زي ما هي، كان بيجي كل يوم وساعات كان بيبات فيها. وليه ما قلتيش الكلام ده من الأول؟ ما حبيتش أسوأ سمعته بعد ما مات. وإحنا كمان من الخضة بلعنا لساننا. وده سبب كافي عشان تتحبسي؟ يمكن بالنسبة لستك مش سبب كافي، لكن لو كان عندك أخ زي سلام وبعد الشر ما كنتش هتقول ولا جملة من اللي أنا قلتها دلوقتي. تعرفي ان ليه انشطه زي تجاره الاثار؟ سمعت زي ما كل الناس سمعت، ولما واجهته بالكلام ده قال انه كذب. مفتاح الخزنه كان معاكي ازاي وهو كان بيشيل فيها حاجته؟ اخدته بعد ما مات، بس ما رضيتش افتحها عشان عارفه ان حاجته فيها. واول مره فتحتها لما الظابط طلب مني. هل لديك أخوال أخرى؟ على ثانية واحدة. عملت يا سلطانة؟ اللجنة جاية في خلال 3 أيام، عايزك تعمل اللي أنا قلت لك عليه. ظبط مع حسن ونجم. حسن؟ حسن هو اللي عامل العود للبيه. ونجم فين؟ مسفرينه من اسبوع، بس انا ما سكتش وكلمته بيه النهارده. خلي بالك يا حمدي، انا المره دي لازم اخرج من هنا. تخرج يا سلطانه.